الجمع العام كان مر في أجواء عادية، ممكن تم اقتراحات اللي تم المصادقة عليها، أتمنى أنها تكون في صالح الكرة الوطنية. بالنسبة لفريقكم مراكش فهو غادي في الطريق الصحيح، بعد ما انطلقنا من الصفر الآن المسائل بدأت تتضح، يمكن الطموح هذه كبيرة دورة بعد دورة، ولكن بدأت تفور الجهود. أتمنى أن نكون عند حسن الجماهير ديالنا وباش الفريق يرجع لمكانه ديالو. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو واتساب ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديرو جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.